بينسيكي كل شيء. هي فترة صعبة وبتمرق. الحكي سهل، بس لبين ما تمرق هالفترة تكون روحي طلعت. لا تحكي هيك، انتي لازم تساعدي حالك. صدقيني ما حدا بيقدر يساعدك غير انتي، بس كمان لا تضلك مركزة على الموضوع عم تفكري فيه، هيك ما بتقدري تنسي بالمرة. شو أعمل؟ وين ما رحت بتذكره لحمودة، بكل مكان بكل شارع في إلي معه ذكرى. 5 سنين هدول يا سمر مو كلمة بتتم. والله ماني عارفانة شو بدي أقول لك، بس يعني إذا لهالدرجة ما عم تقدري تطلعي منه ارجعي له. رجع له؟ مستحيل. نحن في خلاف جوهري بيناتنا حول موضوع الزواج، وفوق كل هالشي خاني. يعني هلأ صار في وحدة تانية بحياته. لشو كل هالأدوية شبكي؟ الستي ما بتاخد كل هالأدوية؟ آخ يلا الله، دكتور الأعصاب وصف لي مهدئ، قام عمل لي وجع معدة، فاضطريت آخد دواء للمعدة، قام عمل لي حساسية وطفح جلدي، قام لما أخذ دواء الحساسية عمل لي لعية نفس. خلص خلص واللعية لعيتي لي قلبي. فهمت فهمت، بس يعني كان من الأول ما في داعي لحبوب المهدئ. ليش شو طالع بإيدي؟ بس يا سامية في 100 حل. بعدي طلعي من هالجو شوي، روحي لك على شي مطرح هيك فيه خضار، هوا نظيف. ايه والله مالي خلق روح اتسيرا. بلا بلا خلص هذا هو الحل، وانا بإيدي رح احجز لك على الكفرون، وانتي بكره بتاخذي لك اجازه من شغلك شي اسبوع وبتروحي. يعني يا سامية شو ما كان احسن من هالسموم اللي عم تاخذيها. هالإيدين قديش بتريد؟ 150. وليش 150 بقى؟ شو جبتني على حمص؟ حياة عينك هيك باخد أنا بالعادة. إي لا عيني، خد هي 75 ليرة، تفضل بكفي. حياة عينك ما بتوفي، لو بتوفي ما بحاكيكي بهالموضوع بنوب بنوب بنوب. لا يا سيدي بتوفي. الله يسامحك، هلا دايت عينك على 75 ليرة زيادة، شايفة ما في شغل. والله إذا مو مستاهلة سامحنا فيهم. أمنتو بيالله على النار. هاتي هاتي هاتي. اي خود لطيف. لو سمحتي انتي قاعدة محلي. بالله لا انا قاعدة محلي. انا ليش انتي شو رقم بطاقتي؟ 26. ايه 26 هون، انا 25 جوا. ايه تكرمي، مرضى عصبية. تفضلي. بعتذر. مو مشكلة. تفضلي. الو، اهلين دودي. اهلين حبيبي. ايه خلص صرت بالباص هلا، هيك بتركني اطلع لحالي؟ طيب خلص عم بنتظرك، المساء اكيد لاحقني. ما ماشي تقبرني. انتبه بالسواقه على الطريق، لا تتاخر. انا كمان اشتقت لك. باي حياتي، باي. الله معك، باي.
ينسوا لي شنطاي والاغراض تحت. مرة صارت بنت خالي كانت طالعة على حلب عندها شغل هنيك. بقى امي حرام نسلوا لها شنطاي والاغراض بالكراجات. وقت وصلت لهنيك ما معها ثياب، شنطايتها ثيابها وسيشوارها ومكياجها كلهم فيها. عم دقيت لاهلها، بعثوا لها اغراض من هون. مشت امورها. وقت اللي نزلت على السوق بدها تشتري ثياب. كانت تلاقي شيء حلو. وفعلا معها يعني نحن هون ما عندنا اواعي حلوين. اصلا اذا بتلاقي قطعه حلوه بتلاقي الكل لابس منها مطروشه طرش. مشان هيك انا ما بحب اشتري اواعي من هون. انا بنزل على بيروت بشتري اواعي من هنيك. هنيك ما في محل بيشبه الثاني، كل محل له شخصيته المستقله. ما في شيء مثل بعض مثل عندنا هون. يي ولا دبي، يا عيني على اسواق دبي، غير شكل المولات، المطاعم، الابراج، برج العرب. هنيك بتلاقي اللي بدك اياه. السنة الماضية رحت لعند بنت عمي هنيك بدبي، جوزة مهندس وعم بيشتغل جوزة هنيك. رحت اشتريت ثياب، شو ثياب حلوين، ثياب بتطير العقل. مشكلتها بس شغلة واحدة، الرطوبة. أنا مشكلة ما كتير بحب الرطوبة، يعني ما كتير بوالف أنا والرطوبة. هذا دودي رفيق اللي هلأ كنت عم بحكي معه قال لي خليني طلعت على طرطوس كم يوم حلوين هيك نغير شكل. قلت له لا، أنا والرطوبة أبداً مصحاب. عم حجز لي هلأ بالكفرون. ايه ولا طلع فيني هيك، انا مالي من هدول البنات. شارطته كل واحد بينزل بغرفة لحاله. ايوه حتى انا وكيلك مشان اطلع كذبت على اهلي كذبة هالقد. قلت لهم طلع انا ورفقاتي بالجامعة طالعين رحلة. بتعرفي شو تذكرت؟ انه انا مو قايلة لرفقاتي اني طالعة. يا الله شلون نسيت، لازم احكي معهم. ما اتصلي؟ ايه طبعا اتصلي. الو هي عبودة، كيفك حبيبتي؟ ليكي انا قلت لاهلي انه طالعه رحله معكم لا مع بنات الجامعه. انتبهي اوعي تتصلي لعنا. يلا اوكي، خبري البقايا كمان. ماشي حبيبتي، اوكي ميرسي، باي باي، تيك كير، باي باي. لا لا الله يوفقك، افتحيها افتحيها، انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بتعرفي انا مره علقت بالاسانسير، قاموا ضلوا شي ساعتين ثلاثه لطلعوني فنانه. شو رايك تجي تعدي محلي؟ مو احسن؟ ما في اسئله؟ لا ما في اسئله، تعالي. مين يسلم ايديك؟ ميرسي. على السيره. بتعرفي شي؟ صايبك شي؟ لا شي. يالك بتقدري تنامي على الطريق؟ بتعرفي انا ما بحسن نام ابدا؟ نايم بالعاده. تسلموا ايديك. بالعاده انا بجيب يعني كتاب او مجله بتسلى فيهم، ما في احلى من القرايه. القرايه بتثقف الواحد، بتوسع مداركه. وهذا غير عن انه يعني بيستفيد من كثير اشياء وبيمرق الوقت وما بحس. انا بحب اقرا كثير لغادة السمان، بحبها لهالكاتبه كثير. عفوا بس عم جرب اني نام، ممكن؟ اي عفوا اسفه. تفضلي. والله تمزحي؟ لا والله لا عن جد ما مصدق. فظيع فظيع. يلا اجا اوكي. طيب حبيبتي حاكيني. ماشي باي باي. يي صح النوم. شكرا، بس ما اكون ازعجتك. لا ابدا. بتعرفي شو؟ يعني انا كنت عم فكر انه هلا اذا بدك ننزل بالاستراحه ناكل شي شغله نشرب. بتحبي هيك؟ بدك؟ ان شاء الله. نيالك شلون بتقدري تنامي بالباص؟ عن جد نيالك كثير. أيوه. حاولت حقيقة، أنا كثير نمت يعني تحت من النوم. ايه الحمد لله.
سافر اخي ورجع، رجع مره هو من كل هي الرجعات اللي رجعها، هو مسكين عم ليكي ليكي هلاك عم بيطلع عليكي، ليكي طلعي طلعي، اصلا من اول ما طلعنا بالبول من هو عم بيطلع عليكي. لا حبيبتي عم بيطلع عليكي انت. لا وحياتك عم بيطلع عليكي انت، اسالي اذا بدك. طيب مثل ما بدك. مهم عم بعدين قال له بابا يعني انا بشتري لك بيت بالجمعيه، وفعلا سجله على بيت بالجمعيه، قال له بفرش لك يا بس تعال تجوز يا ابني هيك واستقر وريح لنا بالنا بقى، بتعرف يعني امريكا يعني كيف في مشاكل. سعيدة إن شاء الله بتنبسطي بمشوارك. وأنتي كمان شكرا كثير. عفوا. باي على الأوتيل الله يخليك. كرام عينك. نازلة هون؟ ايه شايفة؟ الله يصلحك، كنا اجينا مع بعض بالسيارة. امنتوا بالله على هالنهار؟ خير، شوفي خير. ما عم لاقي جزداني، هالنهار زفت من اوله، لحظة شوي اخي. طولي بالك، طولي بالك، دوري على مين؟ دورت. طيب خلص، قد ايه بتريد معلم؟ 100 ليرة. لا معلش دي. خلص، تفضل يسلموا ايديك، يسلموا. خلص امشي مدور على جوا، امشي. شكرا. شو ما لقيتي؟ لا شكله ضاع. لا طولي بالك مستحيل يكون ضايع. خلص امشي مدور عليه على مهلنا بالغرفه امشي. لا معلش ما بيتغالظ عليك تدور هون. لك شو تتغالظي امشي اسلم. يلا ايه خلص يعني شو القصه ويضيع يعني شو بتعملي وين ضاع؟ انا اخر مره حطيت فيه الهويه لما كنا بالباص. خلص تنزلي عندي بالغرفة مو مشكلة. ايش ليش كل هالقدوية؟ دي حبة لكسوتان. لكسوتان؟ ما بدها القصة مهدئات. ليكو قلتلك رح تلاقي شفتي شو؟ شو لوين؟ بدي ضبط الراديو بدي انزل احجز. خليكي معي اليوم بالغرفه. لا معلش يسلم خليك اعطيني عندك. لا خلي خلي خلص ما في مشكله. لا شكرا لا طولي بالي بس حطي اطويهم لانه ملكة. اسلم اسلم تعالوا Thank you.
بعرفيني بس في 100 ليره تبع التاكسي انسي. شوفي بعطيك اياها. لك طولي بالك ما بدها هالقد. خلاص قال لك الزلمه انه عنده شغل وانت لازم تقدري هالشي، بعدين بكره المسا بيكون هون، يعني غامضي فتحي ما بتلاقي غير صار هون. حاج تبكي؟ لك شلون حاج ابكي؟ اضرب انا وحظي، طالعه اقضي معه كم يوم حلوين وكذبت على اهلي كذبه هالقد مشان بالاخر يفقسني. ما فقسك ما فقسك، ما قال لك انه بكره جاي؟ وشلون بدي اقضي كل هذا الوقت لحالي انا شلون؟ مو لحالي، خلص هي انا معك بنتسلى لبين ما يجي رفيقك. عن جد؟ ايه؟ طيب شو بدنا نعمل هلا؟ اول شي بنتعرف على بعض، انا سامية وانا لولي، لا قصدي يعني انا اسمي ليلى بس بدلعوني بيقولوا لي لولي، انا هذا ليلى ما بحبه لا تنادي لي فيه ما بحبه بنوب هذا الاسم. طيب مثل ما بدك لولي لولي. يلا هلا قومي غسلي وشك وريحي وبعدين بنشوف شو بدنا نعمل. شو هيك بعدين بنشوف شو بدنا نعمل؟ قومي قومي جهزي حالك قومي. ليش شو بدنا نساوي؟ نروح نسهر المساء قومي. شو نسهر يعني بالليل؟ ايه ايه لا 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 مبلا مو على كيفك قومي يلا جهزي حالك مبلا يلا قومي. ما لبستي؟ لا لابسه جاهزه. شو اللي جاهزه؟ هيك بدك تروحي على السهره؟ ايه ليش لا؟ لا رايحه تلقي محاضره لانه فوتي فوتي غيري ثيابك وحطي شويه ميك اب فوتي. لا معلش انا هيك بحب. هيك بتحبي تعي لقلك تعي لوين؟ خلصنا. هلا هيك صار لبس ومكياج سهره؟ لا ليلى انا مالي متعوده لا اتمكياج ولا البس بهالطريقه. لسه بتقلي ليلى لولي دلعيني لولي بعدين حبيبتي هاي الموضه خليكي هيك قلم مود دائما بجنن شبط كثير حلو مثل القمر. لحظه شو هاد كمان؟ لحظه لحظه كمل لك الاكسسوار. الله شوف شو حلو. شو هاد؟ لا حاسه حالي مثل الغنمه اللي معلقين لها جرس. الغنمه قال مثل القمر طالعه. امشي يلا امشي بجننوا. بيصل لك مع هذا السيد دودي؟ عندي اخ عمره 33 سنة بقى دارس طب بامريكا هو بده يجي الاسبوع الجاي مشان يتجوز كثير ظريف بعرفك عليه يعني ممكن يكون انسان كثير مناسب لك. يلا تصبحي على خير. لا شو تصبحي على خير لسه سارة باولها. لا دخيلك. لا يعني ما حكيت لي على هذا تبع غنية اليسا. بكره بحكي لك يلا عيوني ما عاد يتفتحوا يلا. طب تعي تعي نامي عندي سوسو. لا بقوتي اريح لي معلش. طيب بكره بنفطر سوا؟ ايه اكيد يلا. طب بس سؤال اللي بتفيق بالاول بتفيق الثانية ما؟ ايه ايه اوكي. انت اي ساعة بالعادة بتفيقي؟ امتى ما كان تصبحي على خير. وانت من اهلي بس انا مع مين بدي اسهر هلا؟ احسن شيء بدي اسهر. هاي فيني نام عندك عصني قلبي لحالي. طبعا فيك تنامي فوتي فوتي. وانا كمان مالي مصدق امتى يجي بكره. لا تتاخر علي. انا كمان اشتقت لك بحبك موت. اوكي حبيبي عم بستناك. يلا بنوي خلاص بقى بنوي باي باي. يقبرني بكره جاي. بتعرفي انا بحسدك. على شو؟ لانه انا اكثر شغله فقدتها بعد ما تركت انا وحموده انه ما عاد في حدا حاكي اخر الليل. لا تزعلي بكره بصير في. اكيد في بس انا هلا صرت خايفه من حالي.
يعني أنا لما تعرفت على حمودة كان عمري كنت قدك، كان عمري 25 سنة، وبعد حب دام 5 سنين تركني، يعني تركني وأنا هلأ لحالي وعمري 30 سنة. ما عاد في وقت ضيع، ما بيكفي ضاعوا 5 سنين. ليش ضاعوا؟ بالعكس، يعني أنت عشتي معه أيام حلوة وعشتي أيام مرة، فخلص شو بدك بهالقصة؟ بس تذكري الأيام الحلوة، وبعدين دخلك بكرة بيجي إنسان بينسيكي كل هذا العذاب. المهم إنك لا تتشائمي وعطي حالك دائما فرصة. بجوز؟ لا مو بجوز أكيد. تصبحي على خير. وأنت بخير. سامية، سوسو، مسوس، سامية جمال، قومي يا اختي حبيبتي سوسو. لا يلا اذا بتريدي بدي نام. لا 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 رح نزعل من بعض هيك. قلت لك هذا الاسم ما بحبه، ما بطيقه. اسمي لولي. لولي لولي، عفوا لولي، خليني نام اذا بتدي. بكير لسه، شو الساعه؟ شو مو بكير؟ ها 9 لسه بكير. لا مو بكير، قومي خليني اوعى عليكي شوي نحكي مع بعض. هلا بيجي دودي وما بنقعد نفضه. وين بعد جاي هذا السيد دودي؟ جاي الساعه 12. قومي يلا يلا. طيب يلا ماشي، امري لله. انا بيني وبين دودي 10 سنين، هو 35 وانا 25. 10 سنين والله فرق منيح. لا يعني هو شوي في فرق بس مو كل هالقد. بعدين انا اي حدا بيتعرف علي بيقول عني اني بنت ناضجه وفهمانه واكبر من عندي. حكي يا دودي عم بيتصل. الو هلين حبيبي، كيفك؟ وانا كمان اشتقت لك. امتى جاي؟ اه مالك جاي؟ ليش مالك جاي؟ عندك شغل؟ شو هاد الشغل اللي طلع فجاه؟ اجتماع؟ طب مو قلت لي اطلعي وانا لاحقك؟ لا هلا بدي ناقش الموضوع. دودي فصلني. ايه معقولة؟ رح ارجع بقول له. حطه كليب، سكر موبايله. ايه خلص هو بيرجع بدق لك، اتركيه. بتعرفي شو؟ انا عم فكر ارجع على الشام، هاد ما بيحبني، لو بيحبني ما بيتصرف هيك. لا ايه شو ترجعي على الشام؟ شو هالحكي؟ هلا كنت عم تقولي واعية وناضجة واكبر من عمرك، لك شو بكي شو صار لك؟ خلصنا حاجة تصرفي مثل الاولاد، دخيلك. هو هاليوم مثل امبارح، منقضي سوا ومنتسلى. خلاص بيعي كرمالك. ها كرمالك، بس والله مالي مرقت له اياها. تفضلي يا انتي، هاي المفاتيح وهي السيارة. شو هاد؟ هاي السيارة اللي بنطلع فيها؟ والله مو بيان غيرها. اكيد ما في غيرها؟ والله مو بيان غيرها، تفضلي. شكرا. اي خلص بلاها، هي معطل عيلة، خلينا نرجع. لا شو بلاها، بدنا نطلع يعني بدنا نطلع. بنتغدى بالاوتيل شبه غير سمك وبطرطوس مالي اكله. شرفي. طب انت متاكده انك بتعرفي تسوقي هذا الشيء؟ شو كيميا، تفضلي. ما يوقعونا بيزلونا وبيتمقطعوا فينا. مين هدول؟ الرجال. طولي بالك، ما بدها هالقد. انا بقول هيك بعد نهاية علاقة دامت 5 سنين. إيه انتي ما وصل لك شهرين. دخليك يعني بعد 5 سنين شو اللي جد لحتى تركته؟ ايه كتير قصص. مو معقول اجوبتك قديش مختصرة. انا ما في غير بلدت وبعجة، صرت بتعرفي ستي امتى خلقانة. اعطيني يعني اشرحي لي شو اللي صار. يا ستي بلشت المشاكل لما قلت له انه صار لازم نتجوز. قام نقص وتلبك وقال انه هو ماله جاهز. العمى شو ندل، لو كنت محلك كنت بقتله على الخالص. ايه بقى يا ستي هيك من وقتها مشاكل، على مبدأ عيني فيه ودفو عليه. بده يعني يبقى معه بس ما بيقدر يتجوزني، وانا يبست راسي على موضوع الزواج. واخر شي بكتشف انه بكل هالفترة ها يلي عم يقنعني فيها انه ابقى معه بس ما بده يتجوز، عايش حياته ومتعرف على وحده تانية كمان. يخرب بيته، شو مفكر بنات العالم لعبه هاد؟ وانت مهزوزه وزعلانه على شو؟ إيه الله لا يرده. خلص شو بدك، قيمي من بالك، بكره بعرفك على اهلي.
أخي شاب راكز وعاقل وظريف وبعدين بحب الاستقرار يعني. منين نروح هلا؟ من النزول، لأنه أكيد طريق النزول بيروح على طرطوس. دقيقة، حكى ربكرة قال لي ربي عد للعشرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لمن هون. بتعرفي شكلنا مشينا بالطريق الغلط. بعرف، انا ما في غير عم قلك انه دوري ورجعي، وانتي تقلي لي الا ما نلاقي نزلة. الطريق كله طلوع، خلاص امشي لقدام ما بعرف شو اعمل. لا دخيلك، دوري ورجعي بقى. ايوه ما عم تشتغل. ولي شو ما عم تشتغل؟ جربي جربي. خلص شكلها ماتت. شو ماتت؟ يعني علقنا هون بالمقطع؟ طولي بالك، رح دق على الاوتيل قل لهم نحن علقانين هون وقطعت فينا السيارة. يا ما في شبكة، شوفي شوفي بموبايلك. ولي انا كمان ما في بنوب ولا نقطة. الله، والحل؟ ولا نقطة بنوب. شو بدنا نعمل؟ خلينا نلاقي شي حل، مو معقول نضل هيك. لا تدوجي الا ما يمرق حدا ويساعدنا. خلص استمتعي استمتعي بمناظر الطبيعة. استمتع؟ طب خلينا نمشي. إذا بالسيارة ما عرفنا الطريق رح نعرفه مشي؟ طب وبركي ما مرق حدا؟ ما يمرق حدا ويساعدنا يعني، إذا مو اليوم بكرة. لا قولي شو بكرة؟ بكرة جاية دودي. بتعرفي يا الله هلا بيكون عم بدق لي وعم بيلاقيني خارج التغطية. ولا يلا احسن لك خليه فلفل شوي معلش. يا الله يا الله، نحن وين وانت وين؟ مو معقول انت ما رجعتي؟ بلا تاكلي الكيك. الكيك بتعرفي فارق العمر اللي بيني وبين دودي هو اللي خلاه يتعلق فيني ويحبني. هو انسان ظريف وحباب وما في منه، بس عنده مشكله يعني انه شوي روتيني، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، يعني ما كتير بحب الحياه. انت جيتوا انا على غفله بقى. أنا كمان تأثرت فيه، يعني هو علمني شلون أحسب حساب للمستقبل، شلون فكر بعقلي، شلون صير أهدى. هل هيك أنت أهدى؟ شلون لو بتشوفيني من قبل لكان كنت مثل الجنية، يلا طول الوقت عم بفعي. أتوقع. بس معقولة هالتغيير كله بس بشهرين؟ أنا ما حسيتهم شهرين، يعني حسيتهم 3 سنين. إن شهرين مو مثل 3 سنين، لا بس هي كل علاقة هيك بتبلش بالأول، ما في أحلى منها. بس بعدين لما تطول المدة بتبلش البلاوي الزرقاء. سأليني أنا وحمودة يا ما كنا نتخانق ونتقاتل، بس يعني بعدين نرجع نتصالح. الحمد لله أنا ودودي بعمرنا ما تخانقنا الحمد لله. لا أنت هيك بتقولي، لا تسودي يا سوسو. لا ما لي عم سودها، بس المشاكل هي بهارات الحب على كلين، يعني بتكسر روتين العلاقة. ما أحلاها لما تتخانقوا وبعدين ترجعوا وتتصالحوا، ياي بتعيشوا شهرين مثل هدول الشهرين اللي انتي عايشتين، حلوين كتير. يا الله سأل الله لما كنا نتقاتل وندابح وبعدين
لو تشوفي شو كان يعمل ويتحايل ليرجع يصالحني بعد كل خناقة. شو شكلك لساتك بتحبي؟ لا لا. طيب إذا رجع أقلك إنه بده يصالحك مثل قبل بتقبلي؟ لا لا يعني ما بعرف ما بعرف. بس لا هلا نحن في شيء انكسر بيناتنا، يعني مختلفين خلاف جوهري حول موضوع الزواج، وبعدين هو تعرف على وحدة تانية. طيب وإذا قال إنه بده يتجوزك؟ ما بعرف يمكن. لا لا ما بظن ما بظن. يا عليكي أنا محلك بموت ولا برجعه. إيه بس ليلى بعد عفوا قصدي لولي بعد 5 سنين علاقة كثير بتفكري وتقرري إنك تمرقي. ما بعرف كل واحد حر، بس أنا متت من جوعي. لا تصغري عقلك، مو مستاهلة القصة. مو معقول ما اتصل فيني ولا مرة، وأنا عم بقول بيكون انشغل باله، تعرفين مو على باله أبداً. إيه بشغله الزلمة، وقال لك إنه عنده ظرف اضطراري، خلص عادي. بسيطة، حسابه معي بكرة. روحي اتحممي وخلصي وتعي لعندي لحتى نتعشى سوا. لا دخيلك بدي روح نام. لا يو لساتنا طول النهاردة بلا أكل. هي معلش مالي حيل، بس بدي نام. تصبحي على خير. بوني بوني. الو اهلين حمودة. ايه بس هيك قال بده يطمن عني. وشو بده يعني؟ ما بعرف يا ستي، هذا هيك بده يرجع. ايه طيب شو اعمل انا؟ خلص تصرفي ولا كأنه صار هذا الاتصال. ايه بس هو قال لي اني اتصل فيه لما افضى. اوعك اوعك تحكي او تتصلي فيه. خلص حاولتي تصلحي كذا مره وما رضي، دوقي لي دقتي بعدين بتقرري يا بترجعي له يا لا. هيك قلتك؟ طبعا هيك قلتي، واذا بدك ترجعي بترجعي بشوتك. نعم اهلين. لا مالي زعلانه، ليش بدي ازعل لانك ما عم بتدق يا بعدي. يلا روح خلص شغلك، مو عندك شغل ما بدي عطلك. ايه هيك باي. وليش هيك حكيتي معه بنشافه؟ لانه الحق عليه مو علي، خليه يحس بالذنب. وهلا بتشوفي اليوم المساء ما حينام الا هو مصالحني. ويا عليكي شو قويه. شو وينك؟ اهلين حبيبتي، انا بالريسبشن عم بشرب قهوه انا ودودي. ليش اجا؟ ايه اجا، بدنا نطلع نتغدى برا سوا. يلا قومي انزلي. لا معلش خلص روحوا لحالكم، انا بستناكي لبين ما ترجعي. هلا بلا غلاظه انزلي على السريع، دودي عازمنا على الغدا وما رح يقبل الا تجي. يلا عم بستناكي لا تطولي. طيب يلا نازله. كثير يعني لو ما هدتني سوسو عن جد ولا كنت حاملة حالي وراجعة عالشام. معقول هيك يعني بتطلعني وبعدين بترجع بعدي بيومين ثلاثة؟ يي سوسو تعي. وهي سوسو
آسفة نزعت لكم القصة. لا حبيبتي ولا يهمك، بيروح واحد بيجي عشرة غيره عادي. ايه انتي لساتك صغيرة، بس العطر علي انا راحت علي. لا راحت عليكي ولا شي، بكره بتشوفي بيجيكي 100 عريس. دخلي لساته عم يطلع علينا؟ ايه لساته عم بيطلع عليكي انتي. لا حبيبتي عم يطلع عليكي انتي. لا حبيبتي عم بيطلع عليكي انتي، واذا بدك سألي. ايه مثل ما بدك. تعرفي شغلة؟ شو؟ يمكن نحن نفس الأشخاص بيحبونا نحن اثنين. ما؟